بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدينا الأعزاء أوفياء قناة عمو يزيد أينما كنتم، مرحبا بكم في الجزء الثاني من تصفيات مسابقة القارئ الناشئ، المسابقة التي سترافقكم طيلة شهر رمضان المعظم. مشاهدينا الأعزاء، نلتقي في هذه الساعة المباركة حتى نشهد جهود أبنائنا الأعزاء في حفظ وتلاوة كلام الله عز وجل في هذه المسابقة. الآن مع شيخ بلال سويسي، ومع البرعم أنس. أنيس. 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 أهلا وسهلا. أنس. النوسي يا النوسي، ما شاء الله. أنس، تحفظ شوية قرآن؟ ما شاء الله. وش من صورة تحب تقرأها لنا؟ قارعة. تقرأها للمشاهد اللي راح يتبع فينا؟ قارعة. القارعة. إيه ما شاء الله، حفظ القارعة، الله يبارك. هيا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش مبثوث، وتكون الجبال كالعهن مرفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه ووزيره فأمه هاوية. وما أدرك ما هي نار حامية. أنس الله يحفظك، شحال في عمرك؟ 5 سنين. إيه الله يبارك. شحال راك حافظ؟ ها؟ كملت حزب؟ ما شاء الله، صافي تختم إن شاء الله. شحال يكون في عمرك تختم؟ 5. تزيد 50 تختم؟ قرآن 60 حزب؟ خلاص سنلتقي بعد 5 سنوات ياك؟ إن شاء الله. على شكرا، صحيت. بارك الله في البرعم جنيد أنس على هذه الآيات الطيبات، جعلها الله في ميزان حسنات والديه. مشاهدينا الأفاضل، إلى متسابق آخر، أدعو المتسابقة مواجي ألاء، فلتتفضل مشكورة. أنا اسمي آلاء، لقب مواجي، أدرس السنة الثالثة متوسط، وعمري 13 سنة. كانت بدايتي مع الحفظ والتلاوة موفقة. الأول الذي شجعني هما والدي، أضاف لي حفظ كتاب الله في حياتي، توفقت في دراستي، فقد زادت علاماتي المدرسية. شعوري الآن قبل لقاء لجنة التحكيم متشوقة. اليوم بتوفيق الله عز وجل سأتلو عليكم سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وجعلناها رجوما للشياطين،
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بارك الله في الطالبة مواجئة لا على هذه التلاوة القيمة. ننتقل مباشرة إلى الشيخ عبد الباسط الجزائري حتى يطلعنا على آرائه وانطباعاته. تفضل فضيلة الشيخ. الحمد لله، يعني أحسنت بنيتي ولك، يعني أنت تجتهدين من أجلي أن تأخذين نفسا من أجل أن تكمل الآية، وهذا شيء جميل. يعني في المستقبل إن شاء الله تعالى ستتحكمين في نفسك، وعندما نتحكم في النفس فإننا نتحكم في الصوت. وأحسنت القراءة، هناك ملاحظات مثلا في مخارج الحروف وصفاتها، هناك ملاحظات في قضية الوقف، عندما نقف على الميم الساكنة في ورش أقف على الميم الساكنة، عندما تكون موصولة بهمز أنه مو مثلا آمن، عندما نقف أقف على الميم الساكنة ولا أقف على المد، مفهوم؟ وبعد ذلك يعني هذا إخلال بالقراءة، هذا خطأ جلي، يعني لاحظوا حتى الجاهل يلاحظ هذا الخطأ. إذن فبالتالي قراءة لا بأس بها إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. نعم، بارك الله فيك الشيخ عبد الباسط الجزائري على هذه الملاحظات القيمة. الشيخ عبد الوهاب بن رابح تفضل. بارك الله فيك شيخ، يعني تلاوة على العموم جيدة، لكن كان شوية ارتباك يعني قليلا، يعني كانت تقرأ يعني محصورة ما بين مقام الكرد، وكانت ترتكز على مقام الصبا كثيرا. نعم، كانت ترتكز على مقام الصبا، لكن عموما يعني هو يعني المقام اللي ساعدها اكثر جتها ترتكز عليه مقام الصبا، يعني مثل ما كانت تقرا فارجع البصر، هذا يعني حجاز، يعني كانت تقرا يعني ماذا قرات سوره مول. يعني ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني هذا مقام الصباح حتى نبين للمشاهدين فقط. هو مناسب لهذه الآيات؟ نعم، يعني فيها آيات عذاب، يعني نعم، يعني آيات رجاء إن الذين يخشون ربهم، يعني هو مقام حزين، يعني هو قريب يعني من مقام الحجاز، لكن هو مقام حزين. يعني على العموم يعني نشكره على هذه التلاوة، بارك الله فيها. بارك الله فيك الشيخ عبد الوهاب الرابح على هذه الملاحظات. الشيخ بلال سويسي. نعم أستاذي، البنت ألاء ما شاء الله قراءة جيدة، إلا أنها لا تخلو من بعض الأخطاء التي لابد أن نذكرها، فضعيها نصب عينيك في بعض الحروف المستفالة لا ينبغي تفخيمها، مثل الغفور، الغاء مفخمة، فالغفور مش الغفور، فطور، المصير، لا، الماء، الماء. مثلا الذي خلق مش خلق، الذي خلق، خلق بين مفخمين. وكذلك فاتك القلقلة، وبينا مقلقلا إن سكن، وإن يكون في الوقف كان أبينا، ولقد زينا وأعتدنا، هذا ما أقوله لك ولطلبة الحضور، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. نعم، بارك الله فيك الشيخ بلال سويسي، بارك الله في لجنة التحكيم على هذه الملاحظات. لا زلنا مع المتسابقين مشاهدينا الأكارم، أدعو المتسابق يوسف رازم فليتفضل مشكورا مأجورا. أنا طالب يوسف رازم، عمري
13 سنة، أدرس السنة الثانية متوسط، أحفظ من القرآن 13 حزبا. كانت بدايتي عندما كنت صغيرا، كان أبي يرشدني إلى القراءة في المسجد. الوالد والوالدة هم من كانوا يشجعونني على حفظ القرآن وترتيله وتلاوته، وإخواني الكبار أيضا يرشدونني، ومعلمي الشيخ الفضيل عبد الحكيم قشطولي، وبفضلهم أسعى جاهدا لحفظ القرآن الكريم وختمه. أضاف للقرآن الكريم في حياتي الكثير من المعلومات القيمة، يعني هناك الكثير من القراء في الذين يعجبونني، منهم هزاع البلوشي والآخرين. والله متوتر شوية وتوتر وحيس بالضيق في التنفس فيه. سوف أتلو اليوم من سورة الواقعة الحزب الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون، في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. بارك الله فيك. بارك الله. بارك الله في القارئ الطالب يوسف رازم على هذه التلاوة القيمة الطيبة. نستمع إلى ملاحظات وتقييمات لجنة التحكيم مع الشيخ عبد الباسط الجزائري. تفضل فضيلة الشيخ. بني يوسف، أحسنت التلاوة، وأحسنت الأداء، وأحسنت الصوت، حبذا لو تهتم بالنفس ثم أن تحقق الهمز. الهمز لابد أن تحققه، الهمز قولوا لابد أن نسمع منك صوت الهمز، هذا لأن تحقيق الهمزات وإشباع المدود وتوفية الغنن هذا صلب التجويد، هذا المهم في التجويد. عندما أعطي الكلمة يعني يعود فيها مد، نعطيه نوفيه، نعطيه أشبعه، نعطيه حقه، فهذه هي تلاوة. ثم إن المخارج حروف لابد أن تتعلمها، خاصة الصفات. المخرج كل الناس عندما تستطيع أن تخرج الحروف من مخارجها، ولكن الصفات هي الأصعب.
وأشير إلى المشاهد الكريم أن الصفات الحروف عندنا مثلا عندما نقول مثلا بابا أقول بابا، عندما أقول مثلا كأننا نتكلم بلغة العجم، يعني دائما نفخم. هذا سببه ماذا؟ سببه الاستثمار الفرنسي مدة 130 سنة ونحن نسمع التفخيم، نسمع لغة التفخيم، فأثر في أصواتنا وفي حروفنا، فالحرف عربي ولكن الصوت نتاعه أعجمي. إذن لابد أن نميز بين بابا وبابا، وإن كان في اللغة العربية ليس هناك بابا، مفهوم؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك الشيخ عبد الصمد الجزائري على هذه الملاحظات القيمة مع الشيخ بلال سويسي. كما قال الشيخ عبد الباسط صوت رائع، يعني عندك مستقبل زاهر في الصوت ما شاء الله. إلا أنه أضيف كلمتي إلى كلمة شيخ، يعني خذ نفسا جيدا من الخيشوم، فعندما تأخذ نفسا وتحافظ على ذلك النفس تعطيه للحروف ما شاء الله يخرج الصوت رائع. أنبهك إلى بعض الأخطاء التي تقع فيها يمكن أنت كثيرة، لا ينتبهون للحرف الأخير، كأنهم يركزون على الكلمة والحرف الأخير لا يبالون به، مخلدون، فاكهة مما يشتهون، لا، وفاكهة مما يشتهون، يشتهون، الحمد لله رب العالمين، مش لا تقرأ الحمد لله رب العالمين، لا، نون لها مكانها، العالمين في النون وغيرها. كذلك بعض الغنن أو الإخفاء كنت لا تأتي به، هباء منبثة، فاكهة من، إلى غيرها من الملاحظات. على العموم ما شاء الله عندك صوت رائع، اهتم به وخذ بنصائحي الشيوخ ستنجح بإذن الله. نعم بارك الله فيك الشيخ بلال سويسي. الشيخ عبد الوهاب بن رابح تفضل. تفضلك شيخ. يعني أنا ننبه فقط على الصوت لأن المشايخ نبهوا، يعني أعطوه معلومات قيمة في جانب التجويد، والشيخ يعني نبه ما كنت سوف أنبه عليه، يعني هو جانب التنفس. هو صوته يعني جيد، يعني طبقته يعني مستقرة على المقام، هو كان يقرأ على الكرد، يعني معظم الشباب يقرأون على مقام الكرد، يعني مقام يعني أتى به يعني منضبط، لكن من جانب التنفس كان شوي يخل بالتنفس. نعم. وهذا يأثر يعني على الأداء. بارك الله فيك الشيخ عبد الوهاب الرابح، بارك الله في أعضاء لجنة التحكيم. مشاهدينا الكرام، إلى متسابق آخر أدعو المتسابقة كحيليش ملاك فلتتفضل مشكورة مأجورة. اسمي ملاك حيليش، رأس السنة الثانية في المتوسط، عمري 13 سنة. اليوم سأتلو عليهم بإذن الله تعالى سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا،
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. بارك الله في الطالبة كحليش ملاك على هذه التلاوة الطيبة المباركة. والآن مع ملاحظاتي وآراء لجنة تحكيم مسابقة القارئ الناشئ، أبدأ معك فضيلة الشيخ بلال سويسي لتبدي لنا بانطباعاتك وآرائك. تفضل معنا فضيلة الشيخ. شكرا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ملاك لباس. وش رأيك في القراية تاعك؟ هيا كون نقول لك أنت أحكمين على القراية تاعك. شحال تمدي؟ خمسة على خمسة؟ ربعة؟ ربعة، ما شاء الله. على العموم قراءة ملاك جيدة. نعم. إلا أنها وقعت في مشكل وفي آخر الحروف مد العوض. جناتنا الفافا، هذه حاولي أن تتخلصي منها كأنها لهجة. أفواجا، معصرات ماء ثجاجا. على العموم قراءة جيدة ما شاء الله، مخارج، صفات، وقوف إلى غيرها. إلا أن العظيم مثلا فخمت الحرف العظيم. سيعلمون حرف العين واللام من الحروف البينية كما قال ابن الجزري، وبين رخو وشديد لن عمر، كأنك ذبحتيها هي والحرف الخاء. سيع نخ لا سيعلمون، ها سيعلمون، انظر إلي سيعلمون بينية. القلقلة في وخلقناكم أظهريها، وبينا مقلقلا إن سكن وخلق وخلق. وأعجبتني خلق وغيرها، كنت تفخمين اللام والخاء وترققين اللام، ولكن بين القلقلة. المعصيرات، قرأت المعصيرات، ركزت على ترقيق الراء، ونعم جيد، ورش من طريق الأزرق يرأي، ولكن الصاد أهملتيها وهي حرف مستعل مطبق مطبق، لابد أن اللسان يصعد إلى، خاصة أقصى اللسان يطلع يصعد إلى الفوق. المعصيراتي، المعصي صي صا صا صا، مش المعصيراتي، المعصيراتي. وكذلك حرف التاء، لا أطيل عليك، خذيها بعين الاعتبار. كذلك الطلبة، كانت سارة، مش كانت سرابة، الحرف التاء مهموسة، مهموسها فحثه شخص سكت، فكانت سرابا، فكانت لا تهمل، فكانت سرابا، فكانت سرابا. هذا عموما قراءتها جيدة. نعم، بارك الله فيك الشيخ بلال على هذه الملاحظات القيمة. الشيخ عبد الباسط، أعطينا رأيك. ما شاء الله، يعني ممتازة، جيدة جدا. وعندما كان يقيمها الشيخ بلال كانت يعني لا تقبل هذا، تراني شديدا معهم. لا أحسنت، أنت تشدد ونحن نسهل إن شاء الله. كي يتعلم الإنسان لابد، نعم، من الاستماع إلى، نعم، النصائح. نعم لابد، هذه نصائح قيمة. نعم لابد أن تأخذيها بعين الاعتبار. ولكن على العموم يعني ربما أعطيت لك أنا علامة مليحة. وهذا ما شاء الله. سمحني أستاذ كلمة نقولها للمتسابقين والمتسابقة ملاك،
كي نبداو نديروا اخطاء ونقولوا فخم كذا ورقيق كذا لا ننقص من قدر القراءه، هذا لا بد منه. نعم. ولكن عموما الحمد لله قراءه جيده، هذا كلكم تمرون على هذا المحك يعني. نعم. ما لا تياسوا ولا تغضبوا ولا تحزنوا. نعم. ان شاء الله كلكم ناجحون ان شاء الله. شكرا ملاك. نعم بارك الله فيك الشيخ بلال، الشيخ عبد الباسط. نعم اعطينا رايك الشيخ عبد الوهاب في هذه التلاوه. التلاوه ما شاء الله يعني كانت عندها يعني ثقه في النفس يعني في القراءه. نعم. لكن هي كانت تقرا على مقام السيكا هكذا، لكن لم تكن ترتكز عليه جيدا. نعم. لكن يعني ما شاء الله في جانب التلاوه. نعم. بارك الله فيك. بارك الله. الشيخ عبد الوهاب. ادعو المتسابق الموالي معنا يوسف ضيف فليتفضل مشكورا ماجورا. مرحبا، اسمي يوسف ضيف، عمري 12 سنة، أقرأ مستوي دراسي هو الأولى متوسط. كانت بدايتي متوترة قليلا، فقد كانت أول خطوة لي عند قراءة كتاب الله تعالى، لكن مع التمرس والتمرين أصبح من السهل علي قراءته. لقد استمعت إلى كثير من القراء، لكن أفضل من بينهم الشيخ خليل محمود الحصاري رحمه الله. أتحمس للقاء لجنة التحكيم وأود سماع رأيهم عن تلاوتي. سوف أتلو اليوم بضع آيات من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم. بارك الله في أنفاس الطالب يوسف ضيف على هذه التلاوة الطيبة. أبدأ معك فضيلة الشيخ عبد الوهاب بن رابح، فلتتفضل بملاحظاتك. جزاك فضلك. شكرا شيخ، يعني بارك الله فيك على هذه التلاوة، يعني أداء يعني متميز، كان يقرأ على مقام الصبا يعني والآيات هذه يعني مقام الصبا يعني يكون أفضل لهذه الآيات، يعني أداء جيد ويعني تنفس جيد ما شاء الله.
نعم بارك الله فيك الشيخ عبد الوهاب. الشيخ عبد الباسط ما شاء الله، يعني يعني قبل بداية الحصة قلت له إن سورة الكهف بها آيات طويلة ولا أستطيع أن تكملها، يعني تحتاج إلى نفس. نعم، فإذا به يفاجئني استطاع أن يتحكم في النفس ويكمل الآية، وهو حريص على أن يقرأ وأن يعطي صفات الحروف حقها. نعم، عندما وصل إلى قوله عز وجل وينذر الذين قالوا اتخذ الله، فتفخيم بعد ذلك استفال وبعد ذلك رفع وبعد ذلك، يعني استطاع أن يتحكم في هذه الحروف، يرفع ويخفض يرفع ويخفض. أنا شيخنا الذي أعجبني قوله عند وقفه على من لدنه، صعبة جدا. نعم، من لدنه. نعم، ما قرأها ما شاء الله. نعم، أظهر النون وأعطى للهاء حقها. نعم، وهذا يخفى على بعض ممن هو أكبر منه. نعم، حتى في أئمة الحرم يعني أحيانا تروح لهم هذه اللي. أحسنت. نعم بارك الله فيك شيخ عبد الباسط الجزائري على هذه الملاحظات. شيخ بلال سويسي. نعم، تفضل. زاد الله فضلكم. يوسف أيها الصديق. نعم، ما شاء الله، كم سنة إن شاء الله تختم القرآن؟ سنة. سنة، ما شاء الله ما شاء الله. حق لوالديك أن يفرحا ويفخرا. قراءتك جيدة ما شاء الله، وأنت مشروع قارئ إن شاء الله، إلا أن لابد أن ننبهك على بعض التنبيهات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت الشيطان كأن هنا شاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش شيطان، لا. الصالحات حاولت أن تفخم الصاد لأنها حرف مستعلي ومطبق، فقعرت فمك صا، لا صا، فتح الفم صا مش الصا، صا لا، هذا خطأ. ما لهم به؟ لم تأتي بإخفاء الميم، إخفاء الشفوي مع الباء. ما لهم به كبرت، فخمت الكاف وهي حرف مستفال، كبرت كبرت. وكذلك هذا أختم بها إن شاء الله لكي لا أكون شديدا معك. الرقيم، كل القراء يفخمون حرف الراء لأنه مفتوح ولم يسبقه لا كسر ولا شيء. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، راء راء والرقيم مش الرقيم، خلاص استغلط فيها يوسف هذا، توعدني والرقيم، قل والرقيم والراء والرقيم، صح ما شاء الله، مشكور. نعم بارك الله فيك الشيخ بلال على هذه الملاحظات القيمة، بارك الله في لجنة التحكيم، وبارك الله في هذه التلاوة الطيبة، تلاوة الطالب يوسف ضيف. مشاهدينا الكرام، لازالت مسابقتنا مستمرة، وأدعو الطالبة والناس أسيل فلتتفضل مشكورة مأجورة. السلام عليكم، أنا اسمي أسيل ولقبي بالناس، نقرأ سنة أولى متوسط في مدرسة زغيدي بالقاسم. أنا مرولي لك بديت فيها، بديت من عرفش، وبعد مع اللي قريت مع أستاذة نورة بديت نتحسن، وبعد تلك زاد مستواي. أول ما شجعني ورافقني هو أمي، وأدعو لها أن تدخل الجنة إن شاء الله. أنا متوفقة جدا في دراستي، وأدعو ربي إن شاء الله يزيدني علما كثيرا. استطع أن أوفق دراستي وحفظ القرآن الكريم بأن أنهض صباحا كل يوم أحد أو اثنين أو يوم في أيام أو يوم من أيام الأسبوع، أنهض فيه صباحا أراجع دروسي ثم أذهب إلى القرآن الكريم. طريقتي في حفظ القرآن الكريم أسرع وقت هي ترديد الآية وتكرارها. القارئ الأحب إلى قلبي هو الحصري. اليوم بإذن الله تعالى سأتلو عليكم سورة الغاشية.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. والآن مشاهدينا الكرام مع آرائي وملاحظات لجنة التحكيم، أبدأ معك فضيلة الشيخ عبد الوهاب بن رابح، تفضل معنا. تفضلك شيخ. ما شاء الله تلاوة يعني جيدة، فقط يعني بدأت بصوت مستفيل بعدين مرة واحدة ارتفعت بالصوت. نعم، لكن تلاوة جيدة، وكانت تقرأ بمقام الحجاز، يعني هذا مقام معروف يعني، لكن على العموم تلاوة جيدة من جانب الأداء. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد الوهاب بن رابح. فضيلة الشيخ عبد الباسط الجزائري، قراءة ما شاء الله، وربما هي اختارت سورة الغاشية لأن آياتها قصيرة جدا، تستطيع أن تتعامل معها مع قلة نفسها، وهذا يعني هروب إلى الأسهل، سهل الله عليك، أحسنتي. نعم، بارك الله فيك الشيخ عبد الباسط. الشيخ بلال. أسيل، ما سماك أسيل؟ أمك؟ وش معنى أسيل؟ خارج عن التجويد. أسيل هو الخد، وقد ذكر هذا امرؤ القيس في معلقته، قال: تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي. أنا أعطيتك فائدة، قراءتك جيدة أسيل ما شاء الله، إلا أنني أنبه على تنبيهين تستفيدين منهما، من هذين التنبيهين وكذلك المشاهد والطلبة. قال الراجز، قال: وكل مضموم من الحروف فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم. لابد الحرف المضموم تضميه، الغاشي مثلا، هل أتاك حديث الحديث الحديث، وكذلك الله أعلم قد يمكن مرات خرجين بعض الحروف من الأنف، حاولي أن تتخلصي من هذا، والطريقة باختصار أنك تغلقين أنفك هكذا وتقرئين، إلا الغنة فقط أو النون والميم يخرجون من الأنف، أقولي ما لا تستطيع، أما أ عاد هكذا تخلصين من هذا الإشكال. بارك الله فيك، قرأتك جيدة. نعم، بارك الله فيك الشيخ بلال. نعم، لماذا نقول الضمة والفتحة والكسرة؟ الضمة من ضم الشفتين، عندما نضم الشفتين تكون الضمة، ولماذا نقول الفتحة؟ عندما نفتح الشفتين يكون الفتح، ولماذا نقول الكسرة؟ عندما نكسر الشفة السفلى فيكون الكسر. كانت هذه نهاية الجزء الثاني من تصفيات القارئ الناشئ، نلتقي بكم إن شاء الله في الجزء الثالث من تصفيات المسابقة القارئ الناشئ التي تأتيكم على قناة عمو يزيد تيفي.